بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين. حاولت اعمل بث مباشر على الجروب، ما عرفتش او ما اشتغلش، مش عارف ليه. موضوع مهم حبيت اطلع اكلمكم فيه. زيادة الاسعار بتاعت الاعلاف الايام دي 3 4 اضعاف الاسعار زادت. بقالي فترة لما الاسعار دي بدأت تزيد جامد كده، بقيت اشتغل بطريقة اللي انا بجيب الذرة ببلو، اجيب الفولة بلو، بجيب القمح بلو، اجيب الشعيرة بلو 3 ايام. الفكرة في دي ايه؟ الفكرة اللي انا بضاعف وزن الحاجة، الذرة بيضاعف 3 اضعاف. يعني مثلا الكيلو بيعمل 3 كيلو، الذرة ممكن بيعمل 2 كيلو، الذرة الابيض يعمل ضعفه مرتين كمان. الذرة الاصفر لما جيت اشتغلت عليه اللي انا انقعه في المية زاد، بس مش زي الذرة الابيض. الذرة الابيض بيزيد اكتر، القمح كذلك، الشعير كذلك، اي حباية بتنبل بتزيد ضعفها. الفكرة هنا ان انا بقلل المصاريف والتكلفة. الفكرة دي نجحت معايا وشغال عليها بقالي فترة، ووفرت كتير. تاني حاجة، لما بعد ما بل ال3 ايام وابتدي اطلعه من المية بتاعته، اغسله واروح جاي مزود عليه كوباية عسل. كوباية العسل ديت بتروح جاية مخلية الحباية، سواء الذرة أو الفول أو الشعير، بعد ما بجمعهم مع بعض كوباية عسل مع كوباية مية وابتدي أقلبه، فبتبقى لزجة. اللزوجية بتاعت العسل لما باجي أحط، يبقى أنا بحط شعير ذرة الحبوب اللي أنا بليتها مع كوباية عسل، وأجي أخلطها بتبن البرسيم أو تبن التربية وابتدي أقلبه، اللزوجة بتاعت العسل بتلف حوالين الحباية، كله بيمسك في بعضه. المعيز او الغنم لما بتيجي تاكل بتروح جاية واكلة التبن مع الحباية، عكس ما بيتحط بالطريقة التقليدية اللي احنا شغالين عليها، اللي احنا بنحط العلف ناشف كده وبتاع، بينقوا المعيز بتنقي الحاجة وتسيب التبن، فبالتالي بيتهدر معاك تبن. فيبقى الفكرة اللي انا اشتغلت عليها ديت، اللي انا وفرت في التكلفة، في تكلفة العلفة، انا مش عايز اقولك وفرت النص، لان الكيلو بيعمل 2 كيلو، بيعمل 3 كيلو في الفول. الحباية لما اتبلت بقت طرية وبقت سهلة الهضم، فجسم الحيوان بيمتصها اكتر. اللزوجية بتاعت العسل لما تتبن كله وبدأ ياكله مع الحباية، استفدت بقيمة العسل في السكريات والسعرات الحرارية للحيوان. يبقى الفكرة في كل الأحوال توفير في العلف، توفير في التبن، المذاق المسكر يخلي الحيوان ياكل منه كتير ويفتح نفسه على الأكل. تاني حاجة والأهم، وده الموضوع الأهم اللي أنا عايز أكلم حضراتكم فيه، اللي احنا بنشتغل في التسمين. تعال بقى أكلمك في حتة التسمين. انا كان نفسي يبقى الفيديو ده بس مباشر عشان اعرف اتكلم معاكم، لان هيبقى عايز اختصر، لان الفيديو مش هينفع يتنشر كله، بس للاسف ما حصلش نصيب. باختصار، فكره التسمين التقليديه اللي احنا شغالين عليها طول عمرنا ديت، احنا فكرنا ازاي نقلل نسبه الدهون في الحيوان، ونعلي ميزان اللحم. ده اللي احنا شغالين فيه، لكن احنا ما فكرناش نشتغل على جودة اللحم ذات نفسها، طعم اللحمة ذات نفسها. عايز اقول لكم، اقول لحضراتكم، انا اشتغلت على خليط العساف. انا هكلمكم الناس اللي هي بتربي لحم، تخلي بالها من الكلام ده، لان الكلام ده مهم جدا، ودي انا حاجة انا اشتغلت فيها ولما نجحت معايا بعرفها لحضراتكم. الغنم العساف، لو انا ذبحت خروف عساف بيور، لحمة الغنم العساف حمرة ما فيهاش نسبة ده، فبالتالي في الشوي اللحمة بتاعتها بتبقى ناشفة. اكتشفت مع الوقت ومع الشغل ان الخليط العساف لحمته اجود من لحم العساف في الطعم وفي الاكل وفي الشوي. ليه طعمه الخليط احسن؟ لما خلطت الخروف العساف مع النتاي البلدي زودت لي نسبة الدهون في المواليد، وده اللي انا عايزه. احنا الفكرة اللي عندنا اللي احنا نربي لحم احمر خالص
دي من وجهة نظري انا الشخصية، وعن تجربة وعن استعمال تجربة خطأ خاطئة، تجربة فاشلة او تجربة مش ناجحة. النجاح جودة اللحم يا جماعة، عشان نبقى احنا عارفين، لازم نسبة الدهون توازي نسبة اللحوم، وتبقى نسبة اللحوم والدهون متفرقة في حتة اللحمة. يعني حتة اللحمة زي ما احنا بنسميها اللحمة الملبسة، في فرق ما بين اللحمة اللي بتبقى حتة لحمة والدهون كلها حواليها، وفي فرق ما بين حتة اللحمة والدهون فيها متوازنة، ما بينها دهون خفيفة متوازنة. اللحمة دي في الشوي يا جماعة دي أحسن لحمة تتشوي وبتدي طعم. فكرة اللي أنا ابتدي اكل حيوان اكل معين عشان تديني طعم معين، دي فكرة مش موجودة عندنا وما اشتغلناش عليها. لازم نشتغل على فكرة طعم اللحمة هيطلع ايه، وده بيتحدد على حسب الشغل اللي انت بتشتغله. عايز بكلم الناس اللي غاوية تربية وغاوية تسمين وغاوية انتاج لحم، كل واحد بينتج لحم لما يجي يوزن الكيلو، لما نيجي نتكلم في سعر الكيلو، كله سعر واحد. يقولك مثلا كيلو الخرفان مثلا بمية جنيه، كيلو المعيز مثلا ب120 جنيه. لو اشتغلت بالطريقة اللي انا بقول لحضراتكم عليها ديت، واي واحد بيربي تسمين وعايز ينتج تسمين، لو اشتغل بالطريقة ديت انا بقول لحضرتك انت هتبيع كيلو لحمة لو هو في السوق ب100، انا هبيع ب120 و130، لان اللحمه اللي انا هطلعها انا مختلفه عن اي لحمه هتطلع او اي واحد هيشتغل بيها، لان كله بيشتغل بالطريقه التقليديه. انا لما اشتغل على اني اطلع حته لحمه مميزه ليها طعم وليها ريحه بجوده اعلى، انا هقدر ابيع المنتج اللي انا هعمله، لان انا هطلع منتج محدش غيري هيعرف يطلعه، لان محدش يشتغل بنفس الطريقه دي. عايز اقول لحضراتكم ان انا بقالي داخل على سنه اهوت، انا بجيب انا بكلمك، انا عملت خليط العساف، طلعت خليط عساف لما بدأت اجي عليه بعد وصل 8 شهور، انا دبحت عمر سنة. يعني انا قعدت اعمل نظام الاكل ده الاربع شهور الاخرانيين بس، وكان يستحسن اللي انا اعمله من الاول لانه مش مكلف، ده بالعكس بيوفر عليا. انا لما اجي مثلا هربي خروف خليط عساف، مست الخروف الخليط العساف ان هو بيديني نسبة تصافي لحمة اعلى وفي نسبة دهون. نسبة الدهون ديت انا على حسب اكل انا بخلي نسبة الدهون دي بتتوزع على الجسم كله، وهقول لحضراتكم ازاي. انا لما اجي اكل قبل ما اذبح مثلا باربع شهور، او ما قبل ما اطلع مثلا باربع شهور، مع ان المفروض الاكل ده ممكن نشتغل بيه على طول، لكن احنا انا لما انا جربته من بعد الاربع شهور، يعني قبل ما اذبح باربع شهور، بجيب الجزر واجيب البطاطا لو في جزر وفي بطاطا بغسلهم الاول، مش بنقطع بطين وبتاع. انا بغسل الجزر والبتاع بيبقى نظيف ويتقطع ويتاكل مثلا الصبح، باكل منه الصبح مع تبن التربيه برضو. وباجي اخر النهار بحط الخلطه بتاعتي اللي انا نقعها في الميه، اللي هي الحبوب اللي هي بتتنقع في الميه زي فول، ذره، غله، شعير، بيتنقع 3 ايام. بعد التلات ايام دولت بمسكه بيتغسل برضو كويس، وبزود على الجردل اللي انا عامله بقى الخلطه دي، بحطه في جردل وبزود عليه كوبايه عسل مع كوبايه ميه، بحيث لا يبقى لازج مع بعض، ما تبقاش نسبه الميه عاليه، ما تبقاش عجينه. انا بحط تبن التربيه بتاعتي وبروح جاي حاطط الخلطه اللي انا عاملها وبقلبه مع بعضه. العسل ده بيلم معايا التبن، فبتبقى عامله زي التبن مع الخلطه اللي عاملها مع العسل. الحيوان بياكل معايا كله، بيمسحه، يعني مش هينقي بقى الحبايه ويسيب، لان العسل لم معايا التبن كله، فبالتالي بيمسحه. الخلطه اللي انا اشتغلت عليها دي غيرت طعم اللحم خالص، غيرت طعمها، بقت لحمه مسكره، لحمه ملبسه، عشاوي ما بتاخدش ثواني. يعني لو انا اشتغلت بالطريقه دي وجيت لواحد مثلا حاتي او واحد اللي هم الناس بتوع الكباب، قلت له عندي خروف مواصفاته كذا كذا وهديهولك بنفس السعر بنفس الاسعار اللي انت بتشتري بيه عشان تجربه، بعد كده الراجل ده لما هيجي يشتري مني تاني انا هبيع بالسعر اللي انا عايزه، لان انا عملت منتج مميز. الشغل التقليدي
اللي الناس شغالة بيه، لو حضر لو كل واحد هنفضل شغالين بنفس مفيش بنفس الطريقة العادية دي مش هتتطور. انا بخاطب بقى كده دلوقتي المربي اللي هو عايز بينتج لحم، انا بقول لك فكرة بسيطة هتوفر معاك، هتديك ميزة اعلى في اللحم، هتخليك تبيع وانت حاطط رجل على رجل، لانك انت هتطلع حتة لحمة بجودة غير اي حد تاني، فانت هتكسب زيادة، هتوفر في الاكل، مكسبك هيزيد الضعف، زائد انك انت تبقى مميز في شغلك وفي انتاجك. انا عامل الفيديو ده ليه؟ الفيديو ده انا عايز المربي، الناس اللي هي بتربي تسمين او حتى اللي بيربي غيز، التربية يا جماعة لازم كل واحد حتى في لازم تبقى مميز، ولازم تفكر ازاي تحسن من انتاجك، مش عايزك تفكر زيك زي اي حد تاني. انا راجل بنتج لحم، لازم دماغي دي شغالة ازاي اطور من انتاجي، ازاي يبقى عندي منتج مميز، ازاي ابقى انسان ناجح في شغلي، ازاي ابقى مشهور بشغلي، هتتشهر في شغلتك في مهنتك ازاي الا اذا كنت مميز. هتتميز ازاي الا لما تشغل دماغك. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه ادانا موهبه، ادانا نعمه العقل، يمكن انا يعني من وجهه نظري يعني اكبر نعمه ربنا اداها البني ادم نعمه العقل. نعمه العقل دي بتميزك ما بينك وما بين اي حد تاني. كلامي عن اللي انا اطور من انتاجي واطور من شغلي، كلامي ده ينطبق على كل حاجة، على كل المهنة، اذا كنت نجار او اذا كنت حداد او اذا كنت سباك او اذا كنت منجد، بالذات المنجد الانتريهات، اي مهنة، اذا كنت دكتور، اذا كنت محامي، لو ما كنتش متميز في شغلتك مش هتنجح. في فرق ما بين واحد شغال وشغال مثلا نجار، واحد شغال نجار تاني بس ده بيعمل أوضة نوم مثلا ب20,000، التاني بيعملها ب60,000. الفرق هنا في ايه؟ الفرق ان جودة ده اعلى من جودة ده، ان ده طور من شغله وبيحسن من شغله وبيجتهد في شغله فعشان كده بينجح فيه. الفرق ما بين دكتور، زي الفرق ما بين دكتور مشهور او دكتور مش مشهور، زي ما دكتور بياخد في الكشف 1,000 جنيه ودكتور بياخد في الكشف 100 جنيه، ايه الفرق ما بين الدكتور ده والدكتور ده؟ هل الناس هبلة او الناس ما عندهاش وعي يعني غبية تروح تدفع فلوس كتير؟ لا، لازم يكون الدكتور ده ناجح. ايه الفرق ما بين محامي شاطر ومحامي عادي؟ ايه الفرق ما بين محامي ناجح ومعروف قوي وفي محامي مثلا مش معروف او يدوبك شغال على قده؟ الفروقات دي يا جماعة دي اجتهاد الشخص ذات نفسه في اي مهنة في شغلته. دكتور بيطلع بياخد الشهادة بتاعته هم الكلمتين اللي حافظهم شغال عليهم وخلاص، دكتور تاني بيقعد يذاكر ويقرأ ويتابع، ولو جات له فرصة يسافر بره يعرف اكتر، يسافر يحضر مؤتمرات، فدي بتفرق. يا جماعة احنا في وقت دلوقتي ما الشغل التقليدي والشغل العادي ما ينفعش، احنا في وقت دلوقتي الناجح والمميز فيه هو اللي بيستمر. شغل الفهلوة ولا انا استسهل ولا انا اوفر ده الشغل ده خلاص الوقت ده انتهى، الوقت ده انتهى. اللي بيستمر ويفضل ناجح هو الانسان اللي بيتعب ويجتهد ويفكر عشان يحسن من شغلته ايا إن كانت. انا عايز اخلي الفيديو ده مش عشان تربية الاغنام والمعيز بس اللي احنا نطور فيها، لا، انا بتكلم على اي مهنة واي شغل عامة. كل واحد المفروض في كل وبالذات يعني انا بكلم الناس الشباب اللي لسه طالع المبتدئ حتى في تربية الغنم وعايز يعمل مشروع وعايز ينجح فيه، قدامك حل من الاتنين، لا اما تشتغل الشغل زيك زي اي واحد، هروح اجيب حتتين واربيهم ولا اعمل المزرعة واجيب 20-50 حتة واقعد اكلهم وابيعهم بسعر الكيلو مثلا في المواسم زي اي واحد، لا اما اشتغل بفكر جديد ازاي اعمل منتج مميز. لو بينباع الكيلو بألف بالكيلو ب100 جنيه، انا ببيع ب130 وابقى بالحجز وناس تجيلي من اخر الدنيا عشان تاخد المنتج بتاعي. ده النجاح وده التطوير اللي كل واحد المفروض
يجري عليه والمفروض يشتغل عليه في اي مجال، سواء كنت نجار، سواء كنت حداد، سواء كنت دكتور، سواء كنت محامي. الوقت اللي احنا عايشين فيه والظروف اللي احنا عايشينها دلوقتي يا جماعه ما بقتش محتاجه الشغل التقليدي، محتاجين نغير ونطور من شغلتنا ايا كانت المهنه. فالتطوير تطوير انتاج اللحم بالطريقه اللي انا بقول لحضراتكم عليها ديت، وعن تجربه ناجحه، تجربه انا جربتها واشتغلت عليها، ولما نجحت طلعت اعرفكم عليها. انا مش عايز اطول عليكم لان ده فيديو مش بس مباشر، كنت اتمنى يبقى بس مباشر عشان حد، بس لو في حد عنده وجهة نظر مختلفة اقدر اناقشه فيها وارد عليها، بس للأسف ما حصلش. كل سنة وحضراتكم طيبين، وانا لقيتها حجة عشان انتوا وحشتوني والله العظيم، فطلعت اسلم عليكم. و يعني مش عارف اقول لكم ايه والله، يعني انتوا بجد والله اقسم بالله، يعني مش عايز اقول اسامي عشان ما انساش حد، كلكم من كبار من كبيركم لصغيركم كلكم والله العظيم وحشتوني، وكل سنه وحضراتكم طيبين وبخير وسعاده يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.